السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي طلاب الصف السادس. ما زلنا بنكمل الـ Types of Lunar Eclipse. خدنا المرة اللي فاتت The Total Lunar Eclipse، وقلنا It occurs when the whole moon enter the shadow area of the earth. تمام ولا دي؟ بنكمل بقى. طب لو المون جه Part of the moon in the shadow area and the part of the moon in the penumbra cone of earth، في الحته الايه دي اللي هي سيمي شادد اريا، في هذه الحاله اولادي الكيس دي اللي هنفترض هنا المنطقه دي نمبر سي والمنطقه دي نمبر دي، عند المنطقه سي او المنطقه دي المون جزء منه في الامبرا كون بتاع الارث يعني المنطقه المظلمه الشادو، وهنا جزء من المون في البنمبرا كون اوف ذا ايرث. طب في الحاله دي هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه بارتيال لونر اكليبس. بارتل يعني اسمه خسوف جزئي. ماشي يا ولادي؟ It occurs البارتل لونر اكليبس. It occurs when part of the moon enters the shadow area of the earth. بالتأكيد جزء في الشادو area and the other part of the moon in the penumbra cone of the earth. ماشي يا ولادي؟ يبقى جزء منه مظلم والجزء الثاني ايه؟ مضيء خافت الضوء. ماشي يا ولادي؟ بيبقى فيلد. ماشي؟ طب في حاجة ثالثة وأخيرة، المون كله وقع في البنمبرا كون اوف ذا ايرث. المون جاي بقى هنا في المنطقه دي، المنطقه نفترض اكس والمنطقه واي، منطقه اكس او المنطقه واي، هيبقى المون هنا توتالي ان ذا بنمبرا كون اوف ايرث. طب في الحاله دي بيحصل ايه؟ بنقول عليها بنمبرا لونر اكليبس، وهنا المون بيبقى اتس كلر is very faint، يعني ايه؟ مش منور ساطع كده زي ما بنشوف المون بالليل، بيبقى completely circle لكن بيبقى الضوء بتاعه خافت، faint light، faint light. في الحاله دي يبقى لما المون هيجي في المنطقه اكس اللي هي منطقه اكس يعني ايه؟ البنمبرا كون اوف ايرث، او المنطقه واي اللي هي برضو ايه؟ البنمبرا كون اوف ايرث، ما هنا وهنا البنمبرا كون، يبقى في الحاله دي اكس او الحاله دي واي، هيبقى المون في الحاله دي هسميه بنمبرا lunar eclipse، penumbra lunar eclipse، when the whole moon enters the semi shaded area. semi shaded area حبايبي اللي هي سميناها penumbra cone of earth، اهي penumbra cone of earth. ماشي؟ and the moonlight، ضوء القمر بقى بيصبح ايه؟ faint. faint يعني ايه؟ خافت. faint معناها خافت يعني ضعيف، مش منور جامد بالليل في ليله الايه؟ الليله القمريه. ماشي ولا دي؟ يبقى طبعا ودي برضو بتستمر حوالي ساعه او اثنين وايه؟ بيعود القمر زي ما كان الى طبيعته. ماشي ولا دي؟ يبقى بكده حبايبي نكون احنا خلصنا ذا تايبس اوف ذا لونر اكليبس، وخلصنا كمان السولار اكليبس قبل كده، يبقى خلصنا اليون بتاعتنا اللي هي زي ايه؟ اليونيفرس. خدنا السولار اكليبس والتايبس بتاعته، وخدنا اللونر اكليبس والتايبس بتاعته، وعرفنا التايبس دي، يبقى احنا المفروض نعمل ايه؟ نعمل جدول ونعمل فيه كومباريسون بين سولار اكليبس اند لونر اكليبس. ميعادنا ان شاء الله مع الكومباريسون، ولن نلتقي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.